استحضرت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالهيكل التنظيمي بوزارة الداخلية، وذلك من خلال رؤية مستقبلية وخطة ممنهجة من السيد وزير الداخلية المفوض. كان الغرض من إنشائها مواكبة التطور في الأساليب الأمنية الحديثة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعامل مع الأزمات وإنفاذ القانون وتأمين وحماية الانتخابات والفعاليات الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، وهي من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على اقتصاد البلاد وتضر بقوة المواطن الليبي البسيط. وقد اعتمدنا على معايير منضبطة في اختيار عناصر هذه الإدارة من ذوي الكفاءات والخبرات التي تمتلكها وزارة الداخلية، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل متطورة تمت بداخل ليبيا وخارجها وفق التخصصات النوعية لكل إدارة. قامت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بتأمين الطريق الساحلي من مدينة مصراتة إلى مدينة تاجورة من عصابات الخطف والحرابة، وكذلك تأمين مدينة ترهونة من خلال عملية البلد الآمن بالتعاون مع جهاز الردع بعد تحريرها من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. ونعمل جاهدين للسيطرة التامة على الوضع الأمني في مدينة ترهونة من خلال تفعيل مديرية الأمن ومراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى لإنفاذ وتطبيق القانون وإعطاء شعور عام للمواطنين بالأمن والأمان. خلق إدارة أمنية نموذجية متطورة وفعالة تنتهج أعلى مستويات العلوم الأمنية والتكنولوجيا، وإبرام اتفاقيات تعاون مع أكاديميات أمنية متخصصة في عدة دول متقدمة في هذا الجانب. وبالفعل قامت وزارة الداخلية ومن خلال الإشراف المباشر من السيد الوزير بإبرام العديد من الاتفاقيات بهذا الخصوص، وإن شاء الله ستكون النتائج ملموسة خلال شهور قليلة بإذن الله. ولعل أحد هذه النتائج هو ما قام به السيد الوزير لهذا اليوم بإطلاق مشروع الداخلية موبايل الذي سيوفر خدمات أمنية للمواطنين مباشرة. ومن تولي معالي وزير الداخلية السيد فتحي بشاغة مهامه كوزير الداخلية أكد على وأصر على تفعيل المنظومات الإلكترونية ونقل الأعمال الفنية بجهاز بحث جنائية إلى أعمال فنية تخصصية، ومن ذلك انطلق العمل الفني بجهاز المباحث الجنائية لتطوير المنظومات العاملة بها، ومنها منظومة الإحصاء والتسجيل الجنائي، وهي تشمل المنظومة المطلوبين، منظومة الأموال المسروقة، ومنظومة المفقودين، ومنظومة الجثث المجهولة، ومنظومة الأموال الضائعة. وكذلك تم تطوير منظومة البلاغات اليومية الواردة من مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بجميع مديريات الأمن وتسهيل تسجيل هذه البلاغات. كذلك وبناء على نفس التوجيهات تم ترفيع منظومة التحقيق الشخصية، وهي ما يعرف بشهادة الحالة الجنائية، من منظومة ورقية كتابية إلى إلكترونية، وتم نقل أكثر من 250 ألف ملف من ورقي إلى إلكتروني لتسهيل عملية البحث وتوفير خدمات سريعة ووقتية ومباشرة للمواطن، وعدم انتظار المواطن لعدة أشهر للحصول على شهادة البراءة. كذلك بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية الذي وقع مشكورا مع الجانب الإنجليزي اتفاقية مع الوكالة الإنجليزية لمكافحة الجرائم، تم إنشاء ما يعرف بمركز المعلومات، وهو يتضمن تدريب 60 عنصر خارج ليبيا لتولي هذا المركز المعلومات في تتبع جميع الجرائم التي تهم المواطن بشكل إلكتروني، وهي جرائم غسيل الأموال، جرائم الهجرة غير شرعية، جرائم المخدرات، والعناصر التي تتبع الجماعات والتشكيلات المسلحة وتتبعها بشكل إلكتروني وبنظام تحليل الاي 2 التحليل البيانات. هذا في مجال. وكذلك تم إنشاء والعمل بدأ العمل بمنظومة معايرة الأسلحة، وهي لأول مرة بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية تدخل هذه المنظومة إلى دولة ليبيا، بحيث تتم معايرة مقذوفات والظرف الفارغ بمسرح الجريمة مع المبرزة المضبوطة من قبل مأمور الضبط القضائي، وبذلك تبدأ الدليل فني وعلمي أمام أعضاء النيابة والمحكمة ودون اجتهاد أو إنكار. الحقيقة في وجود السيد معالي وزير الداخلية في الفترة التي توليت فيها مصلحة الجوازات
لاحظنا ولاحظ الكثير بأن هناك في تطور في تقنية المعلومات، سواء في استخراج الجوازات يعني لترقية النظام، هناك ترقية جزئية وترقية كلية، ومساعي السيد معالي وزير الداخلية الحقيقة في وقوفه مع مصلحة الجوازات والجنسية. هناك أيضا موضوع البطاقات الشخصية والبصمة العشرية، ويكفي أن معالي الوزير الحقيقة بذل مجهود يعني غير عادي في تخصيص حتى مقر لمصلحة الجوازات، وأنتم زي ما عارفين المقر السابق كان في صلاح الدين، ولكن الحقيقة نثني ونتمن عاليا مجهودات السيد معالي وزير الداخلية بهذا الخصوص. من ضمن التطبيقات التي قام مكتب التقنية ونظم المعلومات بإعدادها وبدعم من السيد وزير الداخلية كانت تطبيق مجموعة من التطبيقات تخص الوزارة والوحدات الأمنية، وتطبيق يخص المواطنين. بالنسبة للتطبيقات التي تخص وزارة الداخلية، من ضمنها تطبيق التحري ومتابعة السيارات المسروقة، وعندنا التطبيق الثاني اللي هو تطبيق المطلوبين والكيانات المشبوهة، حيث يقوم برصد جميع المطلوبين والكيانات المشبوهة للمساهمة في تقليص الجرائم والحد منها. ونتشرف اليوم بإعلان إطلاق تطبيق الداخلية موبايل، هو تطبيق يمس المواطن مباشرة، حيث يحتوي مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطن. من ضمن هذه الخدمات خدمة اسمها خدمة بلغني، حيث يقوم المواطن بإرسال البلاغات لوزارة الداخلية عن كل المخالفات والجرائم والجنح، وكذلك يقوم التطبيق بتقديم خدمة تقييم مكونات وزارة الداخلية والتأكد من جودتها، حيث يقوم المواطن بتقديم رأيه في مكونات وزارة الداخلية من حيث جودة الأداء. كما هناك خدمة أخرى اللي هي الاتصال المباشر بما يسمى بالكول سنتر أو المكالمات المباشرة لوزارة الداخلية، أو تقديم بلاغ مباشر عن طريق ما يسمى بكول سنتر. فيه بعض المقترحات الأخرى اللي هي قريبا إن شاء الله خدمات أخرى ستضاف على هذا التطبيق، اللي هي إعادة إصدار تقارير حوادث المرور، طلب شهادة الحالة المرورية، طلب معاينة مركبة، الدفع المخالفات إلكترونيا، خدمة سؤال للداخلية، يعني يستطيع المواطن السؤال الداخلية وبشكل مباشر عن أي شيء يخصه يعني جهاتها الأمنية، خدمات مجتمعية، طلب تأمين فعاليات باستخدام هيئات الشرطة المجتمعية، وكذلك الإعلان عن الوظائف الشاغرة اللي تحتاجها وزارة الداخلية.